بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغالين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في قائمة التشغيل الجديدة اللي بعنوان How to read the structure drawing، أو كيفية قراءة مخططات أو رسومات الستيل ستراكشر. وزي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، معانا عمود بيتكون من مجموعة أو بيركب فيه مجموعة من الإكسسوارات. طيب إزاي أنا أقرأ العمود ده وإزاي أقرأ كل الإكسسوارات اللي جواه؟ قالك أول حاجة لما تيجي تمسك رسمة زي دي، أول حاجة لازم تحددها وهو شكل القطاع أو شكل العمود الرئيسي. وشكل العمود او شكل القطاع الرئيسي اللي واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، تمام، هو عبارة عن الرمز او الشكل اللي هو MB18. طيب MB18 دي ايه مواصفاتها او ايه التفصيلة بتاعها؟ قالك والله، ودي الحاجة التانية اللي لازم تاخد بالك منها، وهو انك تلاحظ وانك تتابع وانك تدقق في الجدول اللي بيبقى موجود في اعلى يمين الرسمة. طيب الجدول اللي في اعلى يمين الرسمة ده بيتكون من ايه؟ قالك والله ده بيحتوي على كل البي او او البيل اوف كوانتيتي بتاعة الايتم اللي هتركب عندك في الكاميرا. الايتم ده الجدول ده بيحتوي على رقم الكود بتاع الايتم، وبيحتوي على شكل اللي هو البروفايل، تمام، شكل القطاع، وبيحتوي كمان على نوع الماتيريال، وبيحتوي كمان على النمبر او العدد، وبيحتوي على اللينس، وبيحتوي كمان على الاريا، وبيحتوي كمان على الويت. طيب الايتم اللي معانا، قال لك الايتم اللي معانا اللي بيحدد شكل قطاع الكاميرا وهو الام بي 18. القطاع ده يا جماعه شكله بيقول واخد قطاع بيلت اب سيكشن. طب ازاي انا عرفت ان هو بيلت اب سيكشن؟ ما هو مش ذاكر اي نوع من انواع القطاعات نهائي، فعشان كده هو هيبقى بيلت اب سيكشن. طيب البيلت اب سيكشن هيبقى عباره عن ايه؟ قال لك والله البيلت اب سيكشن هيبقى عباره عن ويب 20 ملي، والعرض بتاعه 600 ملي او 60 سنتي. طيب الفلانشات، قال لك الفلانشات هتبقى عباره عن فلانشه سمكها 30 ملي وعرضها 600 ملي او 60 سنتي. طيب انا ليه ما عكستش وليه ما قلتش ان ال 20 ملي دي هي تخانه الويب، تخانه الفلانشه، وال 30 هي تخانه الويب؟ قال لك والله بطبيعه الحال ان التخانه الصغيره دايما اللي هي ال 20 ملي بتبقى هي تخانه الويب، والتخانه الكبيره اللي هي تخانه الفرنشه اللي هي ال 30، وجنبها على طول مديك اهوت ال 30 في 600، يبقى هو ده تخانه الفرنشه في العرض بتاعها. طيب بقيه التفاصيل، قال لك بقيه التفاصيل ان البيلت اب سيكشن ده عباره عن ماتيريال التصنيف بتاعها الاس 460 ان، وده ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل، او توصيف الماتيريال ده هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. طيب العدد بتاع البيلت اب سيكشن ده، قال لك هو عدده واحده فقط، يبقى في المشروع كله اللي هو الام بي 18 العدد بتاعنا هيبقى كاميرا واحده. طيب طولها كام؟ قال لك طولها 13565 ملي او 13 ملي و56 سنتي و 13 او 13 متر و56 سنتي و5 ملي. طيب الاريا بتاعها، قال لك الاريا بتاعتها عامله 46.1. طيب الوزن، الوزن قال لك 4728 كيلو او 4 طن 728 كيلو. يبقى هو ده مواصفات الكاميرا او القطاع الكبير بتاعنا اللي موجود في اسفل اللي هو اسفل يسار العمود بتاعنا. طيب بعد كده ايه المطلوب ان احنا نبص له؟ قال لك بعد كده لما تيجي تقرا بقى الرسمه خدها من الشمال لليمين. طيب لو جينا بصينا للرسمه بتاعنا اللي هي من الشمال لليمين، قال لك والله هتلاقوا حاجه عندنا البيز بليد. طيب البيز بليد دي راكبه على العمود من تحت. طب ايه مواصفاتها او رقمها كام؟ قال لك ما عشان اعرف مواصفاتها يبقى لازم اعرف رقمها. طب الرقم كام؟ قال لك والله الرقم مش واضح قدام، مش واضح قدامنا، فهنضطر ان احنا ننزل في السكشن او القطاع اللي تحت عشان نشوف الرقم. لما نزلنا للسكشن ده اللي تحت مش لاقيين الرقم، لما طلعنا للسكشن اللي فوق تمام كده برضو مش لاقيين الرقم. طب هنجيب الرقم بتاع البيز بليد ده منين يا جماعه؟ قال لك والله هو مديك بقى حاجه مهمه جدا جدا ودايما بيديها في قاعده العمود من تحت، مديك السكشن اللي هو رقمه كام بقى، اللي هو رقمه AA. طيب السكشن AA ده هجيبه منين؟ قال لك والله هتروح تدور عليه في الرسمه.
طيب لما رحنا ندور عليه في الرسمه اهو تلاقي ناعم. تعالوا بقى نركز في السكشن ده. طيب السكشن ده اللي هو ايه عايزين نعرف تفصيله البليتا. قال لك اهيت البليتا بتاعتنا اللي هي دبليو بي 22. طب تفاصيلها ايه؟ قال لك مش هتعرف تجيبها من هنا، انت هتروح تجيبها منين؟ من الجدول. ولو جينا فتحنا الجدول ادي دبليو بي 22، والحسن الحظ بتاعنا يا جماعه ان هي الدبليو بي 22 بيز بليت موجوده تحت القطاع الرئيسي. طب ايه مواصفاتها؟ قال لك هي عباره عن بليتا 80 مللي في 900. طيب بقيه التفاصيل قال لك والله البليته 80 مللي وعرضها 900 والطول بتاعها كام؟ 900. يبقى 90 سم في 900 سم 900 مللي في 900 مللي او 90 سم في 90 سم في تخانه 8 سم او 80 مللي. طيب الاريا بتاعها كام؟ قال لك الاريا بتاعها كذا، والويت بتاعها كام بقى؟ 508 كيلو جرام. طيب انا كده. وطب الماتيريال؟ قال لك الماتيريال بتاعتها الاس 355 تي 2. طب ايه معنى الماتيريال ده يا جماعه؟ قال لك كنا ده اتكلمنا عنه في الفيديو فيديوهات في قائمه التشغيل بتاعه التصنيع، وعرفنا ازاي نوصف الماتيريال بتاعتنا، وكان من ضمن العناصر اللي موجوده الاس 355 تي 2. لو انت عايز تفاصيل عنها اكتر ارجع للفيديو ده. طيب نرجع للرسمه بتاعتنا او السكشن بتاعنا اللي هو سكشن اي اي. طيب انا كده عرفت مواصفات البليتا بتاعتي. شوف لو بصيتوا للشاشه هتلاقوا ان البليتا مش مديها ولا طول ولا عرض، فهو طلعنا على طول جبناها من الجدول. طيب ايه اللي موجود داخل السكشن ده؟ قال لك والله موجود اللي هو السكشن بتاعنا اهوت اللي هو القطاع اللي هو الفلانشتين، تمام، والويب او قطاع البيلت اب سكشن بتاعنا اللي احنا حددناه. طيب موجود ايه تاني؟ قال لك والله موجود عندنا كمان حاجه تانيه مهمه جدا جدا، وهي مجموعه من الاهوال. اول مجموعه من الاهوال، تمام، اللي هي السوده دي 1 2 3 4. الاهوال ده يا جماعه 4 تهوال، وطالما شفت 4 اخرام او 4 هولز يبقى على طول اروح اشوف المسافات البينيه بتاعتهم قد ايه. المسافات البينيه اللي هي 150 في 150، يبقى انا كده طالما عرفت ان هي 150 في 150 يبقى المسافات اللي هي ال 150 و 150 يبقى هي كده كام؟ 300. طب الناحيه الثانيه قال لك الناحيه الثالثه اللي هي ال 120 في 120، يبقى الهوال اللي موجوده عندي بكام بقى؟ قال لك الهوال اللي موجوده عندي 300 في 240. بس في حاجة مهمة جدا جدا لازم مهندس الجودة ياخد باله منها كويس جدا، وهي ايه بقى؟ ان الهوال هنا مش متوزعة بطريقة سيمتريكال او بطريقة بنقول عليها سيمتريك. طب ليه بقى؟ قال لك هو الديزاين طالب كده. طب ازاي هراجع عليها؟ قال لك والله وانت بتركب البليتة، البراد وهو بيركب البليتة ومهندس الكيو سي وهو بيراجع، لازم ياخد باله كويس جدا ان ال 300 دي تكون في اتجاه الموازي للفلانشة، وال 240 اللي هي دي ودي تكون في الاتجاه الموازي للويب بتاعنا، لان البليتة دي لو ركبت غلط او لفت يبقى كده البليتة غلط. فخلي بالكم جدا كويس جدا جدا، لانها لو ركبت السايت لو راحت السايت على الوضع ده كده يبقى اعرف تمام ان هي غلط، وهتبقى مشكله كبيره جدا جدا، والعمود البليته ديت لازم تتفك تمام، تتفور وتتلحم من اول وجديد. وبليته ما شاء الله 8 سم كتخانه، فلو حصل اللي احنا بنتكلم عليه ده يبقى كارثه كبيره جدا، هتسوق سمعه المصنع وهتسوق سمعه مهندس الجوده اللي شغال. فلازم ناخد بالنا كويس جدا جدا من البيز بليت وهي بتتركب، والبراد ياخد باله كمان، ومهندس الانتاج ياخد باله كمان ان لو عندي الاهوال ما فيهاش سيمتريه يبقى لازم اخد بالي من الاتجاه، والاتجاه بتاعنا هنا 300 اللي هي ال 300 لازم تكون في اتجاه الفلانشات. طب الاهوال دي قطر الفتحه بتاعها كام؟ قال لك والله 4 تهوال اهوت مديها لك 4 قطر الفتحه 115، وهيركب فيها انكر بولت ام 30 وطوله 8 سم. طيب هل كده البيز بليت خلصت؟ قال لك لا والله البيز بليت فيها كمان خرمين، تمام، الخرمين اللي هو ده اللي انا معلم عليهم ده والخرم ده كمان. طيب الخرمين المسافة البينية ما بينهم كام؟ قال لك والله المسافة البينية 110 في 150 في 150 في 110، لو جينا جمعناهم كلهم على بعض هيطلعوا اللي هو 520 ملي. طيب الدايمتر بكام؟ زي ما قلنا 56، وهيركب فيهم انكور بولت 20 في طوله 8 سم.
طيب البيس بليد دي فيها حاجة تانية؟ قال لك والله اه ده فيها حاجة تانية، هو عبارة عن شوية استفنر. لو رحنا رجعنا للمسقط الرئيسي بتاعنا اللي هو ده، هنلاقي عندنا اربع او ثلاث بليتات هيركبهم على البيس بليد من تحت. طيب الثلاث بليتات دول عشان اعرف الدايمنشن بتاعتهم هعرفهم ازاي؟ قال لك والله هتشوف رقم الايتمز اللي عندك، هتلاقي رقم الايتم اللي عندك اللي هو الدبليو بي 599. لو طيب هجيب الديتيلا بتاعته منين؟ قال لك والله على طول هتروح للجدول اللي فوق وتشوف الدبليو بي 599، وهتلاقي بقى عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن بليته 30 مللي في عرضها 300، تمام، والطول بتاعها كمان 300. طب وعددها كام؟ قال لك عددها واحد. الماتيريال بتاعها كام؟ الاس 355 جي ار. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر زي ما قلنا عن نوع الماتيريال دي، ارجع لقائمه التشغيل بتاعه التصنيع هتلاقي فيها فيديو بيتكلم على السبيسيفيكيشن بتاعه المواد دي، وطبعا مديك الوزن بتاعها ومديك كمان الاريا او المساحه السطحيه. ده الوزن وده المساحه السطحيه. طيب في حاجة تانية هتركب على البيز بليت؟ قال لك والله في بليتتين تانيين هيركبوا مع البيز بليت. احنا عرفنا البليتة اللي هي 599، طب البليتة التانية ننزل مش مدي أي تفاصيل خالص. طب لو طلعنا للمسقط اللي فوق، المسقط اللي فوق أهوت، المسقط اللي فوق مدي لنا إيه بقى؟ قال لك مدي لنا اللي هو الدبليو بي 600. طب الدبليو بي 600 دي القطاع بتاعها إيه أو شكلها إيه؟ قال لك والله هي هتبقى بليتة عادية. طب البليتة العادية دبليو بي 600 أهيت بلتها 30 مللي في عرضها 135 في طولها كام بقى؟ 300 مللي. طب العدد بتاعها كام؟ قال لك العدد بتاعها 2، ونفس المواصفات بنفس الاريا بنفس الوزن من دي. طيب الحاجات دي بقى تركب فين؟ زي ما اتفقنا ان الحاجات دي هتيجي بقى نعمل زوم على اللي هو السكشن بتاعنا، وهنلاقي ادا البليته بتاعتنا اللي هي الواحده تمام كده، وادا البليتتين التانيين. يبقى البليتتين التانيين هيركبوا على البليته الواحده. طب البليتتين دول اللي هم كان رقمهم كام؟ البليتتين اللي هم الدبليو بي 600 اللي هم عددهم 2، يبقى 600 الايتم 600 ده هيركب ايه بقى؟ خلي بالكم برده من الاتجاه. يبقى الايتم اللي هو الدبليو بي 600 هيركب في الاتجاه الموازي للفلانشه، والدبليو بي 600 برده هيركب في الاتجاه الموازي للفلانشه تمام كده، والايتم اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الواحد اللي هو ال 599 اللي عدده واحد اللي هو 30 في 300 هيركب ايه بقى؟ قال لك هيركب في اتجاه عمودي على الفلانشه او موازي للوب، لان لو ركب او اتعكس الوضع يبقى كده راكبه غلط. فخلي بالك ممكن استشاري يجي يراجع وراك ويلاقي الاتجاهات غلط، فهتبقى مشكله بالنسبه لك.